السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو اي كوميرس بالعربي. في الجزء السابق كنا زدنا على باز دوني ديالنا، فبالنسبه لك الايرور اللي عطانا ديال الادمين ففقط غتجي لنا الفاكتوري، فهنايا انا خليتها ادمين، فما خصني نورمالمون نزيد هنايا ادمين كلاس، حيت فاش كنا كنزيدو بار ديفو الفاكتوريز فهو اوتوماتيكيا كان كيزيد هنا الكاتيجوري، ولكن فاش زدناها مانيوال زدناها بيدنا فهنا كتبقى موديل. داكشي علاش هو قلب عليها لقى هنايا غير موديل في ادمين فاكتوري. صافي هذا ما كان، وغادي نعاودو نيكزيكوتيو، غير هاد المرة غادي تكومونتي هاد لابارتي هادي كومونتيها، وغادي تخلي تيكزيكوتي غير الادمين سيدر. فإلا جينا دابا درنا دي بي سيد فغادي يصيفط لنا غير الادمين سيدر اللي هو اللي زدنا. فانا هنا نعمل اكزيكوتي ايوا، طلقنا فهو دابا داز. فاذا جينا فين لاباز دو دوني ديالنا، جينا للادمين غادي نلقاو الادمين هو الصمد سمير بالمود باس ديالو بالريمبر توكن كلشي والايميل فيريفي هذا. فدابا شنو قلنا؟ قلنا غندوزو للريجستر، فهو الريجستر راه ديجا راه كاين. راني ما مديماريش السيرفر سيرف فنديماريو السيرفر ديالنا. قلنا الريجستر راه ديجا كاين، فخصنا دابا حنا قلنا فاش اون فوا لوتيليزاتور يتسجل فخصنا نصيفطو له واحد الايميل. هاد الايميل هذا خصو يكونفيرمي بيه، يكونفيرمي لنا بانه راه هو صاحب ذلك الحساب، فهمتيني، بانه راه فعلا هذاك الايميل كاين باش يفاليدي لنا الحساب ديالو. فدابا شنو غادي نديرو؟ شنو غادي نديرو اول حاجه غادي نمشيو للسيرفيس اللي غادي نخدمو به اللي هو ميل تراب. فغادي حيت انا ديجا راني مسجل، فاش غادي نفتحو غادي يفتح لي الحساب ديالي مباشره. غادي نجي لنا نديرو ميل تراب فين هو هذا ميل تراب؟ هذا هو هذا، ما عرفتش هنا عندي ما مفتوحش، كنظن هنا حيت راني داخل انا صافي. فهنايا غادي تجي وغادي تسجل، فهي اما غادي تسجل بالحساب، تفتح حساب بالسميه والايميل وهادي، يا اما دير كيف داير انا كنتكونيكتا غير بجوجل، كتجي كدير يوز جوجل اكونت وتكونيكتا مباشره. هذا ما كان اون فوا غادي تسجل غادي يعطيوك الحساب ديالك، والحساب ديالك فاش غادي تدخل نعمل سيدي الحساب ديالك غادي يعطيك هذا الشيء اللي كتشوف دابا هنايا. غادي تلقى غادي تمشي للانبوكس، دابا انت دخلتي للحساب ديالك غادي تجي لهنا سلاش انبوكس وغتجي للديمو انبوكس. فعندي انا لي زيميل اللي وصلوني هما هادو لي زيميل اللي هما قدامين كنت كنطيست بيهم، ولكن خص تانتيغري في لارافل، يعني تانتيغري في لابليكاسيون ديالك باش تعرف لابليكاسيون ديالك باش غادي تخدم. شنو بغيت نقول لك؟ بغيت نقول لك هو ان هذا السيرفيس لحد الان راه مجاني، ولكن حيت دابا البروجي يقدر يجلس عام عامين 3 سنين ما عارفش، مستقبلا ربما الا كان شي تغيير داك السن نشوفوه. فهنايا عندك لانتيغراسيون مع الروبي بايثون بي اش بي، فهنايا بي اش بي عندنا كاع لي فريم ورك، فغادي نزلو لارافل. فاين فوا كتهزل لارافل كيعطيك هنايا شنو خصك تزيد، فغادي تجي غادي تكوبي هادشي اللي عندك هنايا تكوبي، فما تخدمش باليوزر نيم ديالي والباسورد ديالي، الا خدمتي بهم راه الايميل غيجي لعندي، فهمتي، تمني غادي تبغي تفاليدي ما غاديش تلقاه، خدم بالايميل حتى خدم بديالك
قلت لك مني غادي تفتح الحساب ديالك غادي تجي للديمو انبوكس هنايا، غادي تجي لهاد انتيغراسيون، غادي تعزل لارافل حيت حنا خدامين بلارافل، غادي تكوبي هاد الجزء هذا كوبي وغادي تهزو وغادي تجي لنا الانف. ففي الانف ديجا راه كاين هاد الميلر وهاد الهوست وهاد الشي، فغادي تجي غادي تحيد هاد لابارتي هادي، فغادي تحيد هاد الجزء هذا وغادي تزيد هذا بلاصتو، غادي تزيد هادشي. فدابا انت يا درتي لابليكاسيون ديالك حددتيها باش تخدم مايل تراب، نعم صافي. دابا ممكن اننا نصيفطو الايميل اون فوا لوتيزاتور يتسجل. فقبل ما نصيفطو الايميل مازال غادي نزيدو واحد الموديل، حيت هاد الموديل هو اللي غادي يمكننا من اننا نزيدو موديل وكنترولر في نفس الوقت. هاد الموديل هذا هو اللي غادي يمكننا من انه نموديفيو يعني داك الكود اللي زدنا، ونموديفيو الكسميتو ونموديفيو لو شون اللي هو اكتيف. فغادي نديرو بي اش بي ارتيزن ميك موديل، غنسميوه الموديل اللي غادي نسميوه اكتيف عندي نشوف السميه ديالو عندي هي هنا، حيت انا باغي نبقى ماشيين بنفس الاخر فهمتي، الشيء اللي عندي هنا هو اللي غيكون عندك انت. ولا ماشي موديل، الله يعفو علينا، ميك كنترولر. كنترولر فغادي نزيدو كنترولر، حيت انا ماشي في الاول كنت خدمتها فعلا بالموديل، ولكني من بعد رجعت حيدتو خليتها الكنترولر، غنسميه اكتيفيشن كنترولر. هاد الكنترولر هو اللي غيكون فيه دي فونكسيون اللي غادي يخليونا ناكتيفيو الحساب ديالنا. فهنا فعلا كنت في الاول خدمت بالموديل ومن بعد رجعت بدلتها، فهاد الشيء علاش. دابا سيدي غيكون عندنا جوج ديال لي فونكسيون، فين هما؟ غادي نمشيو لهنا للكنترولر ديالنا اكتيفيشن كنترولر، غيكون فيه جوج ديال لي فونكسيون. غنزيدو الفونكسيون الاولى، هاد الفونكسيون الاولى شنو كدير؟ كتاكتيفي لنا الحساب، غنقولو اكتيفيت يور اكونت. فغادي نسميو الفونكسيون بابليك فانكشن سميه ديالها اكتيفيشن، اكتيفيشن هكذا. وهاد الفونكسيون غادي تاخد الكود، الكود هو اللي غيكون عند كل يوزر، غيكون عنده كود واحد. مثلا انا فاش غادي نتسجل وغادي نتزاد في لاباز دو دوني هنايا في اليوزرز، غادي يكون عندي واحد الكود خاص بي، هذاك الكود هو اللي غادي يمكنني به باش ناكتيفي الحساب ديالي. هذا الكود هذا اللي غيكون عندي هو به باش غناكتيفي الحساب ديالي، غيكون عندي كود خاص غير بيانو، هو هذا الكود هذا اللي غادي يجينا هنا. فا اون فوا غيجينا غادي نقلبو على اليوزر اللي تسجل واللي عنده داك الكود هذاك، غادي نقولو وير كود كيساوي لنا هذا الكود هذا، وغادي نريكوبيريو اليوزر، غنريكوبيريوه بفيرست. من بعد فاش غنلقاو هذا اليوزر هذا غادي نقولو يوزر كود، هذاك الكود غادي نردوه نال، يعني غادي نردوه للفيد كما كان في الاول، فهو بار ديفو فيد، فغادي نردوه للفيد. ما تنساش تزيد هنايا اليوز اب يوزر حيت خدمنا به. من بعد غادي نديرو نموديفيو اليوزر، غنقول يوزر ابديت، شنو غادي نموديفيو؟ غادي نموديفيو اكتيف لو شون اللي هو اكتيف، وغادي نردو له الاكتيف فيه واحد، يعني هو اكتيف الحساب ديالو. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نكونيكتيو هذاك اليوتيزاتور، غنقول اوت لوجين، غنعطيو اللوجين اليوزر. دابا ملي غي اكتيفي الحساب ديالو اوتوماتيكيا غيتكونيكتا، وما تنساش دير الامبورت لهاد الاوت، فهي تزاد هنا اليمينيت سبورت فاساد اوت. ومن بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الريتورن، غنقول ريتورن رو دايركت، غادي نصيفطو لليوتيزاتور الهوم، وفي هاد الهوم هادي غادي نصيفطو مع واحد الميساج ويت ساكسس بانه راه كونيكتي. من بعد غادي نزيدو لي ميساج ديالنا. تاني حاجه غادي نزيدوها هي الفونكسيون
واحدة أخرى. هاد الفونكسيون الثانية دابا الأولى باش كنأكتيفيو، والثانية باش غادي نصيفطو الإيميل. هنا غنديرو send email to activate user account. هنا مثلا غادي نصيفطو الإيميل، هادي في حالة ما إلا ما وصلوش الإيميل اللي فيه الكود غادي نعاودو عاوتاني نصيفطوه له. غنسميو الفونكسيون resend الكود، وهنايا غادي نعطيوها هاد الريسند كود، غادي تاخد الايميل ديال ليوتيليزاتور. هنا عاوتاني غادي نقلبو على اليوزر، غنقلبو عليه بالايميل ديالو، غنجي لهنا ونقول ايميل، غنريكوبيريو اول واحد فيهم وغادي نتيستيو. غنقولو الا كان ديجا هاد اليوزر هذا مثلا هو بغا يطلب لنا عاوتاني نصيفطو له ايميل اخر، وهو راه ماكتيفي الحساب ديالو. فالا كان اكتيف فكنتستو على لو شون اللي هو اكتيف، فلو شون اكتيف في زيرو ولا واحد. الا كان اكتيف يعني فيه واحد، فالا كان ديجا ماكتيفي غادي ندير ريتورن ولا دايركت غنصيفطوه للهوم. هادي الا كان ديجا ماكتيف الحساب ديالو، ما كانش ماكتيف الحساب ديالو غنصيفطو له الايميل، غنقولو ميل. ما تنساش تريكوبيري هاد الميل حتى هي الفوق، هي illuminate support facades mail. وغادي نديرو له ميل، غنصيفطو له ايميل، غنقولو لمن هاد الميل هذا، غنصيفطوه لليوزر. غادي نصيفطو له اليوزر، وشنو غنصيفطو له؟ غنصيفطو له واحد الكلاس، هاد الكلاس غنزيدوها من بعد. هاد الكلاس غنسميوها activate your account، من بعد غنزيدو هاد الكلاس هادي، غنكوبي غير سميتها. وهاد الكلاس هادي شنو غادي تاخد؟ غادي تاخد لنا الكود ديال داك اليوزر، الكود اللي ديجا عنده في لاباز دو دوني. ملي تسجل غادي نعاودو نصيفطو له الكود باش ياكتيفي الحساب ديالو. ومن بعد فاش ياكتيفي الحساب ديالو غادي نديرو له الريدايركت لوجين، وغادي نصيفطو معاه عاوتاني ميساج ديال السكسي، وغادي نقولو له لو ليان داكتيفاسيون، يعني ليان ديال باش تاكتيفي الحساب ديالك اي اونفوي لو ليان داكتيفاسيون اي اونفوي. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا نزيدو هاد الاكتيفيت يور اكاونت اللي هي واحد الكلاس عباره على ايميل. ف غادي نديرو بي اتش بي ارتيزان ميك ميل، ونعطيو السميه ديال الميل، نعطيو السميه ديال لاكلاس، قلنا لاكلاس اللي غادي نزيدو اللي هي اكتيفيت يور اكاونت، غادي نديرو اونتري. فهاد لاكلاس هادي كيف قلنا غادي تستقبل لنا، غادي تستقبل لنا الكود ديال ليوتيليزاتور، وايضا من بعد غادي نزيدو واحد الروت. الروت هو باش غي اكتيفي الحساب ديالو. دابا الا مشي بلاتي، دابا نمشيو غير درجاتهم درجاتهم، شوف بعدا فين وصلنا 16 مازال. الا مشينا لهنا للميل غنلقاو لا كلاس اللي هي اكتيفيت يور اكاونت، زادت هي. قلنا هاد الكلاس هادي، هاد لا كلاس غادي يكون فيها بابليك كود، هذا الكود اللي غيجينا من الكونترولر، وغيكون فيها اليوريل هو الروت ديال لاكتيفاسيون باش غياكتيفي الحساب ديالو. هذاك اللي شفتيني فاش كنكليكي هنايا، هنايا فاش كان كليكي هنا اكتيفيت يور اكاونت، فاش كيقول لك كليكي اي سي، هاد اليوريل هو هنا. الا شفتي هنا لتحت غادي تلقى داك اليوريل، راه اليوريل فيه الايميل والكود ديال لاكتيفاسيون. الا شفتي لتحت غادي تلقى اكتيفيت وحدها الكود باش تاكتيفي الحساب ديالك، هذا هو اليوريل. غادي نسميه يوريل. ومن بعد في الكونستركتور، هنايا في الكونستركتور قلنا غنستقبلوا الكود اللي هو هذا. هو هذا باش كرينا انا لوبجي، ونسيت حقه خصنا نديرو الامبورت للكلاس، فما تنساش دير لها الامبورت يوز اب ميل اكتيفيت يور اكاونت. قلنا هاد الكلاس غادي تاخد هاد الكود اللي غنعطيوه لها حنايا، اللي غنريكوبيريوه من عند اليوزر. من بعد ما نريكوبيريو الكود غادي نقولو ديس كود كيساوي لنا كود، كيساوي لنا هاد الكود هذا، هاد الكود هذا
عطينا له هذا الكود هذا، كنقولو ديس كود اللي هو هذا الكود، كنعطيوه الكود اللي جانا. مثلا الكود جانا اب سي هنايا، فداك اب سي كنعطيوه على هذا. دابا هذا الكود هذا اللي هنا ولات فيه اب سي. من بعد قلنا اليورال اللي هو ديس يورال اللي هو الروت اللي غنزيدو. من بعد غنقولو كيساوي لنا الروت، وغنزيدو هذا الروت هذا. من بعد سميتو يوزر بوان اكتيفيت اكتيفيت، وهذا الروت هذا كياخد الكود، الكود باش ياكتيفي هذا الكود هذا، كنعطيو له الكود هنايا. من بعد غنزيدو هذا الروت هذا. وهنا في البيلد هنا لتحت انا غاديش نديرو ريتيرن فيو، انما غنقولو ريتيرن واحد الحاجه سميتها مارك داون. هاد مارك داون تقدر تقلب عليها، تقلب عليها غير هنا في جوجل، غتجي غادي دير مارك داون مارك داون هنا في الجايد بوان اورغ، غادي يعطيك هذا هو المارك داون. عند الهيدر كنخدم مثلا كندير هنا بهاد دياز ومعها الهيدر، فكيعطيني اش ان. هنا هذا هو المارك داون. تقدر المهم تشوف هنايا في الدوكيومونطاسيون راه كاين كلشي. هو غير واحد الطريقه ديال الكتابه وصافي. كتكتب فاش كتكتب، باش كتكتب في، كتستعملها حتى في لي زيميل، ولا كتستعملها حتى في الكود فاش كتكون الا سبق لك خدمتي في شي سيت اللي كيافيشي الكود، راه كتخدم بهذا المارك داون. المهم انا غير كنحاول نبسط الامور. فالمارك داون وكنعطيوه فين هي، غادي نزيدو عاوتاني واحد لاباج، غادي نزيدوها في الدوسي اللي هو ايميلز، غادي نزيدو هاد الدوسي وغتكون فيه لاباج سميتها اكتيفيت يوزر اكونت. كنعطيو السميه ديال لاباج فين غادي تيكزيكيتا هاد المارك داون هذا. فهذا ما كان بالنسبه لهاد الكلاس هادي. بالنسبه لهاد لاباج اللي قلنا، فلاباج كتكون في الريسورس. هنا في الريسورس فين غادي نزيدو، قلنا الدوسي اللي هو ايميلز، داخل الدوسي ايميلز، وداخل من هاد الدوسي ايميلز غادي نزيدو هاد هادي اللي هي activate your account on blade.php. دابا ملي زدنا هادي غادي نزيدو فيها المارك داون. المارك داون هو المحتوى ديال الايميل اللي غادي تصيفط، داكشي اللي شفتي، اللي شفتيني انا زدت. عين بلاتي اسمح لي واحد الدقيقة، فاصل ونواصل. واحد الدقيقة خفيفة ظريفة. بلاتي حيت راه تخلطو عليا العرام. هنايا في الريسورس ايميلز غادي تزيدها في فيوز، ماشي في، ماشي داخل الريسورس، داخل الفيوز في الدوسي فيوز هو اللي زيد فيه الدوسي ايميلز اللي فيه الاكتيف يوزر اكاونت. شفتي ماشي داخل الريسورس، داخل الفيوز، الفيوز هي اللي زيد فيها ايميلز فيها اكتيفيت يوزر اكاونت. دابا حنا هنا لداخل غادي، حيت هو راه بار ديفو لارافل بار ديفو كتخدم بهذا مارك داون، باش تخدم به كتقول هكذا. دابا غادي نعطيك انا مثال، نعم المثال اللي غادي نعطيك هو الا جينا لهنايا، الا بغينا نافيشيو هاد هاد الجزء هذا، شتي هاد الجزء هذا اللي كاين هنايا فيه هاد ميرسي دو بيان اكتيفي فوتر كونت، فهذا راه كومبوننت. هذا في المارك داون كيتسمى كومبوننت. هاد البيض هذا، هاد البارتي البيضاء، هاد الديف البيضاء اللي فيها، فيها هاد بور اكتيفي فوتر كونت وهاد البوطون هادي، فهذا راه كومبوننت. باش نزيدوه كندير هكذا at، كنقول component component، وكنقول mail دو بوان ميساج. فتقدر تقلب عليه حتى في، تشوفو حتى في الدوكيمونطاسيون. الى جينا لهنا ودرنا مارك داون، حيدنا دبليو دبليو، درنا مارك داون لارافل بلايد ولا لارافل تمبليت ايميل، وجينا لهنا هي راه كاينه في الدوكيومونطاسيون. فهو كان في الاول خصني نوريك الدوكيومونطاسيون ديال لارافل حسن ما نصيفطك. فهو ما راه دايرين هنا كيفاش تكونفيغيري، هو راه ديجا خصك يكون عندك هاد الغازل. هذاك الشيء الغازل راه كيجي بار ديفو، وهنايا ريكواير وهاد اللعيبات هادشي راه بار ديفو كيكون، ما عندك ما تزيد. المهم هنا الا بغيتي غير تشوف
هذه هي اللي زدنا ديس فروم كده كده شي، وهنا هي الفيو، وخصني نزيد هاد فروم هادي حيت غادي يعطيها لي من بعد، غادي يقول لي ايرور ما يمكنش داك فروم تبقى فيد. هادي لاباس اللي شفتها دابا حيت غيعطيها لنا من بعد. نقولو ديس فروم عاد غنزيدو هنايا مارك داون. فهنا مثلا غادي نقولو ديكودين شوب غير مثال، هنا كونتاكت غير الميساج منين من عند من جاي، حيت من بعد فاش غنبغيو نصيفطو الايميل غيقول لك ما يمكنش فروم تبقى فيد. فلاباس اللي شفتها دابا حنا صلحناها فروم، وهنايا كيعطيك المهم راه كاين هنا كيفاش تكونفيغوري الفيو بالضبط لتحت، هادشي اللي زدنا حنايا. المهم المهم عرفت شنو غادي دير، قلب هنا حتى تلقى الفيو، قلب هنا قلب هنا. هاي شتي كومبوننت ميل ميساج، رايتين مارك داون ميساج، وهنا الكومبوننت البوطون الا بغيتي تزيد شي بوطون. فالكومبوننت كتحدد ميل والباطن، هنا بغينا مثلا الميساج اللي غنافيشيو لليوزر. هنايا مثلا البوطون، البوطون كتاخد اليوريل اللي فاش غنكليكي عليه، مثلا هنا فاش غنكليكي على هاد البوطون اليوريل اللي غادي يزديني ليلو. وهنايا الميساج التالي كان باش كتقول له تانكس ولا هادي، فهذا هو المعنى ديال هادشي. دابا هنايا غادي نقولو هكذا، غنقولو ميرسي. فباش نكتبو اش ان كنديرو تي كنديرو دياز، حيت انا عندي واحد اللعيبه هنا ما كتبانليش داك دياز، منين خرج هادشي دياز. وغادي نقولو ميرسي دو بيان اكتيفي فوتخ كونت. فالمهم ممكن تكتب اي حاجه بغيتي، انا راه الفرونسي ما بيني وبينها ما كنشوفها مره في العام، الفرونسي كنشوفها غير في التلفازه في النشر ديال الاخبار. هاد الدومين هذا الا بغيتي تمشي فيه بعيد خصك لونغلي، اما الفرونسي ما عندها شي فاش تنفعك، تكون معك صريح. وبالنسبه للكومبوننت رقم جوج اللي غادي نزيدو هو الكومبوننت ديال البانل، غادي نقول ميل دو بوان بانل. هاد البانل هادي بوغ اكتيفي فوتر كونت، هي هادي اللي كتشوف دابا هنايا، هادي هاد البانل هي بوغ اكتيفي فوتر كونت. غنزيدوها شوفو هنا، غنقول بوغ اكتيفي فوتر كونت. ودابا غادي نزيدو عاوتاني البوطون، البوطون اللي هضرنا عليه، غنقول كومبوننت كومبوننت. هنايا غادي نقولو ميل دو بوان باتن، غادي نزيدو الباتن، ولأن هاد البوطون كيف قلتلك كياخد اليوريل فين غيمشي، فاليوريل هو هداك غادي يدينا اليوريل اللي ديجا راه حنا زدناه. فهو اليوريل ما تحتاجش انك تصيفطو كيما كيما صيفطنا هنايا الكود، فما تحتاجش تصيفط اليوريل حيت هو اوتوماتيكيا راه كيعرف اليوريل هنايا فاش كنكريي انا لوبجي من هاد لاكلاس، فهو اوتوماتيكيا كيعرف اليوريل. فال كما قلت لك الكود ما تحتاج الكود ما تحتاجش تصيفطو، فهمتي؟ على الكود ولا اليوريل ما تحتاجش تصيفطهم هنايا، مثلا تقول له راه تقول لي هو باش عارف بان هذا الكود وباش عارف بان هذا هو اليوريل، فهو اوتوماتيكيا كيعرفهم. فاش كتربط كتقول له بان راه البلايد ولا لاباج التومبليت اللي غنخدم بها راه هي هادي، فهو اوتوماتيكيا كيعرف بان الكود واليوريل هما هادو اللي كاينين هنايا. فاليوريل قلت لك كيعرفو اوتوماتيكيا. وهنا قلنا غادي نديرو هنايا كيما درنا هنايا، غنقولو كليكي 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 ايسي، فوحلت لي كليكي ايسي. فدابا كنعطش كنعطش كاس بلاتاح. وهنايا غادي نجيو نديرو ميرسي، وغادي نديرو واحد البار، وغادي نقولو ايكيب ليكيب ديال من ليكيب ديال السمية ديال الموقع ديالنا، مثلا ايكيب السمية ديال ليكيب. فلي السمية ديال لابليكاسيون غنريكوبيروها من كونفيغ اب وان نيم. هاد كونفيغ اب وان نيم كاينة هنايا في فيشي اونفيرونمون في بوان ايف، هي هاد النيم هذا. فاحنا غادي نديرو لو ديكودين شوب، انت دير السميه اللي بغيتي دير. و الا جيتي لهنايا
تحت غادي تلقى هي ايكيب دو كودين شوب، فهذا هو المعنى هذا. فكنظن غادي نوقف هنا حيت ديجا راه 25 دقيقة دابا صوبنا هاد الشيء. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا نرجعوا نزيدوا الروت، بعدا عاد نكملوا نزيدوا الروت ديالنا هنايا في الويب بوان بي اش بي، نزيدوا الروت ديالنا وبقى لنا نزيدوا وعاد ندوزوا مباشره لاخر الكونترولر اللي هو الريجستر اللي ديجا راه كاين. فهذاك الكونترولر هو غادي تما غادي نشوفوا كيفاش نديروا انه ليتيليزاتور اون فوا يتسجل، يعني غير يتسجل عندنا في لو سيت ديالنا، فما نخليهوش يتكونيكطا حيت هي بار ديفو في لارافل، في لارافل هنايا بار ديفو في الريجستر. فان فوا كدير يعني كدير كتسجل كتكونيكطا، فحنا ما غاديش نخليوه يتكونيكطا حتى ياكتيفي الحساب ديالو. فلما ما اكتيفوش الحساب ديالو ما يتكونيكطاش. هادشي اللي غنشوفوه في الجزء الجاي.